إمام زماننا يكتب إلى الشيخ المفيد في أحد الرسائل التي وصلت إليه: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. والبحث عن إمامنا وعن ظهوره شيء يقربنا إليهم ويشدد من محبته صلوات الله عليه في قلوبنا. فليعمل كل امرئ منكم يا شيعة أهل البيت بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. ثم يقول إمامنا صلوات الله عليه، وهنا موطن الشاهد: فإن أمرنا بغتة فجاء، فإن أمرنا بغتة فجاء أو فجأة، حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة، والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته. موطن الشاهد هنا: فإن أمرنا بغتة فجاء، حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. حوبة يعني معصية. الإمام يكتب إلى الشيخ المفيد هذا القانون، هذه القاعدة، والذي يمكن أن يتحقق الظهور من خلال هذه القاعدة: فإن أمرنا بغتة فجاء. يمكن أن يكون ظهور الإمام من دون علامات، أو قد تكون هناك علامات ولكنها لا تستبين للكثيرين، أو قد تكون هناك علامات ولكن الشبهات تقود الناس إلى الابتعاد عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فإن أمرنا بغتة فجاء. إذا كان أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بغتة فجاء، إذن يلزم على المنتظرين ويجب علينا بوجوب العقيدة وبوجوب الشريعة وبوجوب المحبة والولاء أن نبحث بقدر ما نتمكن عن إمامنا وشؤونه وعن ظهوره الشريف. الروايات تحدثنا بشكل صريح وواضح: نحن نتوقع ظهوره الشريف في كل آن، نتوقع ظهوره الشريف في كل جمعة، نقرأ في زيارته التي يستحب أن يزار بها في يوم الجمعة، وهذا هو مفاتيح الجنان. في أول المفاتيح في زيارات الأيام، في زيارة يوم الجمعة نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: هذا يوم الجمعة وهو يومك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين، المتوقع فيه ظهورك. عقيدتنا تملي علينا أن نتوقع
ظهوره في كل جمعة وهذه زيارته، أن نتوقع ظهوره في كل محرم لأن موعدنا معه في اليوم العاشر من محرم، في اليوم الذي ذبح فيه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كل عاشر من محرم لنا موعد انتظار مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بل في كل لحظة لنا موعد انتظار مع الإمام، فإن أمرنا بغتة فجاءة كما قال لشيخنا المفيد في الرسالة التي وصلت إليه من الناحية المقدسة.